هذه الألغاز الكبرى في خروج الرئيس من تونس. كان السرياطي مصرا في إفادته على أن بن علي هو من قرر مغادرة البلاد دون أي ضغط من جهاز أمن الرئاسة. نسم وأعلمني بأن الوضع الأمني قد تدهور وأنه قد سجلت وفيات بالطلق الناري، طالبا مني إبلاغ رئيس الدولة السابق بذلك، وهو ما قمت به. وبقينا نتابع تطور الأحداث إلى أن قرر الرئيس السابق العودة إلى أرض الوطن يوم 28 من ديسمبر كانون الأول 2010. في إطار وأنا فهمت، نعم أنا فهمت، فهمت الجميع، البطال والمحتاج والسياسي واللي طالب مزيد من الحريات، فهمتكم وفهمت الكل. لم يكن بن علي يدرك أن خطابه المتأخر سيكون الأخير أمام التونسيين، بل إنه لم يدرك حتى أنها ستكون ليلته الأخيرة في قصر قرطاج. فبعد 24 ساعة سيصبح تأثير خطابه على التونسيين، وعند الساعة 2:15 فجرا اضطر طبيبه الخاص الدكتور محمد قديش أن يعطيه مهدئا حتى ينام. ماذا حصل صباح يوم الجمعة 14 من يناير كانون الثاني 2001؟ أنني قد وضعت تصوراً يرمي لتأمين انسحابه مع أفراد عائلته المتواجدين في مقر إقامته الخاص بسيد الظريف أو من قصر قرطاج في حال مهاجمته. في صباح يوم الجمعة الغليان يصل إلى أقصاه في تونس، 70,000 متظاهر يجنته غزوة والمتواجدة في قصر قرطاج قد طلبت منه أن يعلن للشعب طلاقه من ليلى ومحاكمة أفراد أسرتها، علّه يكون سببا في تهدئة الناس. وعند الساعة 10:15 دعا بن علي لاجتماع طارئ في قصر قرطاج ضم عددا من مستشاريه من بينهم أذهلني. انشغلت لبعض الوقت بموضوع تعرض بعض محلات عائلة الطرابلسية لعمليات اقتحام وحرق، وبناء على تعليمات الرئيس السابق وبناء على ما أبلغني به بعض الأعوان من أن زوجته قد طلبت منهم جلب البعض من أقاربها إلى مقر سكنها بسيد الظريف، إثر ذلك اتصل بي مجددا لم يكن خروجه منظما ولم يكن قد اتخذ قرار بقصر قرطاج. بعد وصولي أعلمني بأنه وبالنظر للوضع السائد فقد قرر إرسال أفراد عائلته لأداء مناسك العمرة، ثم أشار علي باتخاذ ما يلزم من إجراءات لأرافقهم في سفرهم بمعية محسن رحيم رئيس التشريفات، وحدد السفر في نفس اليوم الساعة 6:00 مساء. كما أعلمني الرئيس بالإدارة العامة للأمن الرئاسي للقيام بالاتصالات اللازمة للتنسيق مع الطرف العسكري بخصوص تجهيز الطائرة الرئاسية الرابضة بالمطار العسكري بالعوينة، علما وأنني ولدوافع أمنية قررت أن يكون إقلاع الطائرة من المطار العسكري وليس من المطار الرئاسي كما جرت العادة. يبدو أن بن علي كان مطلعاً على ما يحدث في المطار، فأدرك أن الوضع قد خرج عن السيطرة. يقول تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق: من هنا يجب أن يرحل الرئيس. وما إن وصلت زوجة بن علي حتى انطلقت إلى مكتب زوجها، فرأته محاطاً بعدد من المعاونين من بينهم السرياطي،
الذي كان مضطربا وفقا لشهادة ليلى. كان بن علي يرفض أن يغادر قصره، وكان السرياطي يصر على إقناعه باحتمال تعرض القصر الرئاسي لهجوم وشيك قد يتم بطائرات مروحية. ترفض ليلى ما قاله السرياطي وتقول إنها لم ترى أي مروحيات، بل واعتبرت أن ما يقوله السرياطي مجرد هذيان. ثم يسود الصمت في اللحظة الأخيرة، وكأنه ينذر بأن شيئا ما سيقع. تقول ليلى إن ابنتها حليمة قد هددت بعدم الذهاب إلى المطار في حال أصر والدها على البقاء. فأذعن بن علي لكل تلك الهواجس وخرج من قصره لمرافقة أسرته للمطار على أن يعود لقصر قرطاج مرة أخرى. قبل يومين من مغادرة الرئيس السابق، كان صهر الرئيس مروان المبروك قد اتصل بي هاتفيا طالبا مقابلتي. أبلغني بأن المستشارة الأمنية الخاصة للرئيس الفرنسي المدعو سكوارسيني قد أعلمه بأن عملية انقلاب بصدد التحضير في تونس دون أي تفاصيل. أين كنت عندما انطلقت المظاهرات في سيدي بوزيد يوم 17 من ديسمبر كانون الأول 2010؟ بتاريخ 23 من ديسمبر كانون الأول 2010 رافقت رئيس الدولة السابق وبعضا من أفراد عائلته إلى دبي لقضاء إجازة نهاية السنة. ذلك غادر السرياطي إلى مكتبه ليتلقى اتصال من الرئيس الساعة 7 مساء، أخبره أن بعض منازل آل طرابلسي قد تعرضت للهجوم من قبل مجهولين، فأمر السرياطي بإرسال دوريات أمنية لتفقد الأمر والقبض على المهاجمين. في حدود الساعة 4:15 تم إعلامي بأن ركب أفراد عائلة الرئيس قد تحركوا قادمين من مقر سيدي الظريف إلى قصر قرطاج، وبينما كنت في اتجاهي إلى مكتب الرئيس تم إعلامي هاتفيا من طرف قاعة العمليات التابعة للأمن الرئاسي، وأيضا إنها مكتب الحديث مع حليمة التي كانت تسألني حول الوضع وقالت لي هل الجيش معنا؟ فأعلمتها بأن الجيش معنا، إلا أن البعض من أعوان الأمن قد انشقوا وهم حاليا بصدد حجز البعض من أفراد الطرابلسية بالمطار. كان يعني هذا ما تحرر عليه المحضر، وبعد التلاوة والمصادقة أمضينا وأمضى ومحامون والعون الكاتب.